الموضوع اللي هو هل الحية تأكل تراب هو جه في سفر التكوين إصحاح 3:14، وبيتسألوا دايما بيقولوا كيف الحية تأكل تراب زي ما ذكر سفر التكوين 3:14، فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. المشككين من الإخوة المسلمين دايما بيمسكوا العدد ده وبيقولوا لا يوجد عاقل ولا عالم يقول بأن الحياة تأكل ترابا، فكيف هذا؟ وبيدعوا أن ده خطأ علمي، وحتى البعض وصل بيستخدم ألفاظ نابية إلى حد ما كعادتهم، لأن هم تعلموا الشتيمة من القدوة بتاعهم، ويقول الكتاب العلمي، الكتاب الذي فيه كذا، الكتاب الذي فيه كذا، فما علينا. طبعا شبهة معروفة، والحقيقة اترد على شبهة دي كتير قوي، ومش بدعي أن أنا أول واحد هرد عليها، لأن اترد عليها من متخصصين ومن باحثين، ومش هضيف شيء على، لكن فقط أخذ بركة الاشتراك منها. الأستاذ غريغوريس على فكرة قدم رد حلو وعلمي جميل جدا. هقسم لكن الرد إلى ثلاث محاور أو ثلاث أجزاء. الجزء الأولاني بالمعنى اللغوي، الكتاب المقدس لغويا لو هنرجع له للغة الأصلية اللغة العبري، بيقول إيه بالضبط في سفر التكوين 3:14، وأيضا جزء علمي بسيط ندرسه مع بعض ونتأكد إن الكلام اللي قاله الكتاب المقدس، رغم إن الكتاب المقدس مش كتاب علمي، لكن لو قال معلومة علمية صحيح. والجزء الثالث، ربنا يقصد يقول إيه؟ هو ربنا بيتكلم على الحياة تشريحيا هنا؟ لا، العدد يحمل معنى مختلف تماما على الموضوع ده، وهندرسه مع بعض. في البداية ربنا بيقول على بطنك تسعين وترابا تأكلين. كلمة تراب اللي بيقولها ربنا اللي هي إيه؟ اللي هي كلمة عفار، هنلاقيها في القاموس العبري سترونج تحت رقم H6083. عفار اللي هو الدست اللي هو التراب، أو تأتي بمعنى غبار، البودرة الرمادية، أو تراب، أو طمي، أو صلصال، أو بودرة، أو قمامة. وقاموس براون أيضا للعبري لكلمة عفار بيقول نفس المعنى. فمش بيقول إن الوجبة الأساسية بتاعتها هتبقى تراب، يعني مش هتقعد وتوضى بالسفرة وتاكل تراب بس، لأ، لكن بيقول أكلها هيكون مخلوط بالغبار، بالتراب، بالطمي. الكلمة الثانية العبري وهو كلمة تأكلين، اللي هي كلمة فعل يأكل. قاموس سترونج الكلمة أوكل بالعبري اللي هي تحت رقم H398 من جذر بمعنى يأكل لفظيا أو مجازيا، يحترق، يستهلك، يلتهم، يلتقم بالفم، يتناول، يأكل، يتغذى، يتحرر. يعني الكلمة تأكلين تحمل معنى يلتقم بالفم، مش لازم معناها وجبة غذائية كاملة من التراب، لا، ربنا ما بيقولش كده لفظيا. بيتكلم أيضا على الأكل اللي هو ما يلتقم بالفم، ما يستهلك بالفم. فهل التراب يدخل في فم الثعبان؟ ده اللي بيقوله الكتاب المقدس لغويا، هل الكلام ده صح ولا لا؟ فالمعنى اللي بيقوله العدد لو هناخده بالعدد بالمعنى العبري، بيقول أن الحية تلتقم الغبار وتستهلك التراب أو الغبار في أكلها. أعتقد لو خدنا المعنى فقط جزء لغوي الشبهة انتهت، مش محتاجين نتكلم على حاجة تانية فيها. بالفعل الحية بتلتقم الغبار بالفم، وأيضا بتأخذ بعض الطمي أو الحصى بتاع الأرض، وده هنشوفه مع بعض. المشككين كالعادة علشان بيخترعوا شبهات على الكتاب بيحاولوا يضيفوا معاني غير موجودة في العدد أصلا،
عايزين يقولوا لنا للحية ما بتاكلش حاجة خالص غير التراب، والكلام ده ملوش الكتاب المقدس، حتى لغويا ما قالش الكلام ده. الكلام اللي بيقوله الكتاب المقدس على بطنك تسعين وترابا تأكلين، ما قالش ان هو هيكلها اكلها الوحيد التراب. الكلمة في العبري تحتمل معنى تلتقمين الغبار، تلتقمين الرماد وحبات الطمي اللي موجودة في التربة. فنبدأ مع بعض في الجزء الثاني، الجزء العلمي. لكن قبل ما ابتدي فيه عايز بس أتأكد حضراتكم ان الجزء اللغوي وصل. هل النقطة دي واضحة؟ لغويا المعنى واضح؟ لما بيقول على بطنك تسعين وترابا تأكلين، المعنى العبري يعني التقام بعض ذرات التراب. طيب أشكر حضراتكم جدا، أستاذ الحبيب مجدن الرب وأستاذ المحبة فرحان جدا بوجود حضراتكم معي، أخذ بركة كبيرة. أخذ النقطة الثانية العلمية. طبعا حضراتكم كلكم وتم الرد عليها من أساتذة رائعين، وأنا برضو قدمت الرد ده على قد ما أقدر من زمان. الحية ليها لسان مشقوق وبتستخدم لسانها في الشم. إزاي؟ علشان تعرف المسار بتاع الضحية بتاعتها أو الفريسة اللي عايزة تهاجمها، بتلعق التراب. ولما بتلعق التراب بتلتقم بعض الأجزاء منه وبتدخله في الداخل للجزء في أعلى سقف الحلق علشان تحلله كيميائيا وتعرف الريحة إيه. وعلش كده دايما كل الفيديوهات بتجيب الحية دايما هي وبتتحرك وبتبحث، دايما لسانها أمامها وتلتقم تلحس الأرض وتدخله في الفم، في فتحة الفم باستمرار. الحقيقة الموضوع ده مش بس ملاحظة عارفها كل إنسان بيشوف، لكن أيضا تحليل علمي دقيق. في فتحة الفم في سقف الحلق يوجد عضو في الحية اسمه جاكوبسون أورجان. إيه العضو ده؟ إيه العضو اللي بيسمى جاكوبسون؟ هو اتسمى هذا العضو باسم عالم الأحياء الدنماركي جاكوبسون اللي اكتشف الأمر ده في القرن التاسع عشر 1800 وشوية. فالحية زي الصورة اللي قدام حضراتكم اللي شايفني على الفيديو، وشكرا للأستاذ الحبيب فيكتور اللي مشغله أيضا، ربنا يبارك حضرتك. الحية بتعمل كده بالظبط، فعلا بتلحس بطرفين لسانها المشقوق التراب وبتاخد ذرات بسيطة منه وبتدخلها للفم مرة تانية للعضو ده علشان تشم الريحة عن طريق التحليل الكيميائي. وده سقف الحلق، والجزء ده بتدخل الحية لسانها جواه بذرات التراب اللي عليه علشان تشم الروائح وتعرف اتجاه الفريسة ازاي. دي صورة تانية لسقف حلق الحية، بتخرج اللسان بتاعها المشقوق بتلحس بيه بعض ذرات التراب وبتدخله مرة تانية، وتحرك اللسان بتاعها لأعلى علشان ذرات التراب دي تحركها للعضو اللي اسمه جاكوبسون أورجان، وبالطريقة دي بتشم التراب علشان تعرف إذا كان في كائن حي عدى هنا ولا لا، أو الفريسة ونوعها إيه، وتبتدي تتجه علشان تهاجمها. فآدي المنظر قدام حضراتكم، آدي منظر تشريحي لرأس الحية، آدي العضو اللي بيستخدم اللسان يلحس التراب ويدخل بعض الذرات للجزء بتاع جاكوبسون ويحلله ويشم الريحة بتاعه. فدي حاجة علمية يعني ملهاش فصال، فاللي قاعدين بس يأوحوا لغرض المأوحة، الموضوع ده ثابت علميا عن الحية. وده الصورة مرة أخرى للعضو اللي اسمه جاكوبسون اللي بتدخل بلسانها ذرات التراب اللي لحستها علشان تشمها في العضو ده. وده صورته تشريحيا، يعني دي صورة حقيقية مش جسم رسم توضيحي، دي صورة حقيقية. كويس. فالحية عشان تعرف تمشي ازاي، مش بالنظر فقط، لكن علشان تعرف اذا كان في كائن حي من الفرائس بتاعتها عدى في المكان ده، بتلحس زي ما قلت بالطريقة دي وبتدخل التراب بلسانها لداخل سقف الحلق وبتحلله كيميائيا عشان تعرف الفريسة بتاعتها مشيت ازاي واذا كانت عدت في الارض دي ولا لا.
كويس. فبدون أكل التراب أو التقام حبات التراب الحية ما تعرفش تشم كويس وتعرف اتجاه الضحية بتاعتها ازاي، ومش هتعرف تاكل كويس. الأمر ده علميا يسمى فاكت، حقيقة علمية. اللي يعترض عليه يعترض على العلماء المتخصصين اللي قالوا الكلام ده. الحاجة التانية، ودي أمر معروف أيضا، الكائنات اللي بتاكلها الحية بيكون ازاي، زي الفيران وزي الزواحف الصغيرة وغيرها من الكائنات الحية حسب حجم الحية وأنواعها والكلام ده كله، لكن هي ملهاش إيدين، يعني ما بتصطادش فريستها وتعلقها فوق الشجرة أو غيره، ده هي بتعض فريستها اللي بتنزف ودم الفريسة يختلط بالتراب وتبلعها بالدم بتاعها بالتراب اللي ملاصق للجلد وللفروة بتاعتها، وبخاصة ان رأسها مش مرفوع عن الارض، فلما بتبتلع كائن بتبتلع كائن بالتراب اللي حواليه. ما بتستخلصش، ما بتنضفش الفريسة من التراب الملاصق اليها، ده ما بيحصلش، ما عندهاش اصلا ايدين تعمل كده. فهي بتأكل طعامها بالفعل مخلوط بالتراب، ودي معروفة، ما اعتقدش ان حد هيفاصل في المعلومة دي. ايضا الحاجة الثالثة ودي مهمة، المعدة، التركيب التشريح لمعدة الحية هو من سموس ماسل، يعني من انسجة تسمى عضلات ناعمة، والمعدة بتاعت الحية بتتمدد بسهولة، لأن انتوا حضراتكم بتشوفوا لما الحية بتبتلع كائن كبير بيكون المحيط بتاعه أكبر من محيط الحية نفسها، فبيتسع جسمها علشان تبتلعه بالكامل، لا بتمضغ طعامها ولا بتقطعه أجزاء من فتحة الفم، بيدخل كتلة واحدة بتبلع فار، وآسف إذا كان بعض الحاجات يعني تقرف حضراتكم معلش أعتذر، لكن بتبلع الطعام كتلة واحدة كاملة، مش متقطع ومش منضوغ. لما بتبلع الطعام ده معدة الحية من جوه بتتمدد علشان تستعاب كل الجزء الكائن ده، فالحية بالفعل بتحتاج ان تبتلع معاه مقدار من التراب علشان يدي خشونة للمعدة، ودي حقيقة علمية، علشان تتمكن من هضم هذا الكائن الحي او الفريسة اللي ابتلعتها. فالتراب مكون من مكونات الاساسية اثناء البلع علشان بالفعل تعرف تهضم، بس لازم يكون تراب الى حد ما مش كبير الحجم، يعني مش حصى. فدي حقيقة علمية، ده شكل التشريح للحية، وده المعدة بتاعت الحية من بداية من الجزء ده، وبتستمر كل الحجم ده كله. فلو امتلعت كائن يوصل طوله ربع طول الحية وتخنه أدخل من الحية نفسها، تقدر تبلعه في معدتها بالكامل، والمعدة بتتمدد وبتحتاج بعض التراب يديها خشونة علشان تقدر تهضم هذا الكائن. والموضوع ده مختلف عن الطيور، عارفين ان بعض الطيور بتبتلع الحص الصغير، الحصى الصغير عشان تخليه في المعدة يساعد في الهضم، لا المعدة بتستمر، يعني الطيور دي بتبتلع الحصى مرة مش باستمرار وبتخليه في المعدة بتاعتها، لكن التعبان بيحتاج باستمرار مع كل كائن بتبتلعه بتاخد معاه بعض التراب عشان تهضمه، فمش زي الطيور اللي بتبتلع مرة، لا الحية كل أكلة أو كل فريسة بتبتلعها لازم بتاخد معاها مقدار من التراب لخشونة المعدة. ده النقطة الثالثة، تأكيد للموضوع ده إن الحية بالفعل بتبتلع تراب، وده بيستمر، ولو ابتلعت حصى بيسبب لها مشكلة في انسداد في الجهاز الهضمي من كثرة ابتلاع التراب والحصى. هوري لحضراتكم صورة بعض واحد مختص في الأمر ده،
وحيورينا الموضوع بالصور. ادي قدام حضراتكم ادي جسم الجزء الاسفل من الحية او الجزء الاخر من الحية، وادي فتحة الاخراج اهي، وبصورة مكبرة شوية دي فتحة الاخراج في الحية، والشخص حيورينا ده يعني رفعها بطريقة تبقى اوضح، وادي فتحة الاخراج بتاعتها. صورة اسف لو كانت مقززة شوية، لكن هو هيورينا الاخراج بتاع الحية بيكون في بعض المكونات وايه، فاسف لو كانت في صور تضايق معلش، لكن بس عشان الموضوع يبقى علمي واضح. ادي الحجارة وادي التراب اللي بيخرج من الحية، وادي هيوريه لحضراتكم شكله ايه على ايده اهو، وصورة مكبرة شوية صغيرة. ده اللي بيخرجوا من الحية، تراب وحصى وبعض الحجارة، فالحية بالفعل بتأكل تراب. وادي الصورة قدام حضراتكم. بالإضافة الحية في حالة لو في حالة الجوع الشديد ولو ملقتش طعام مناسب مباشرة ليها، بتأكل بعض التراب يديها الإحساس بالشبع لغاية ما تجد فريسة قادمة. علشان كده بيحذر خبراء تربية الثعابين ان هي لما تتحط في احواض ان هم ما يحطهاش في احواض بها حصى خشن، لكن يحطوها في احواض بها تراب ناعم، علشان ده افضل للحية من الحصى الخشن، لان ده ممكن يسبب موت الثعابين. وادي النص بتاعه، وادي الصورة، وادي المسج اللي بتتقال لما بيقولوا ان هو مش امن انه يستخدم اكواريوم اللي هو الحوض في حجارة او جرافل اللي هي الحصى الصغير، لان الثعابين ممكن تبتلعها باستمرار، لكن يفضل ان هو يكون فيها تراب ناعم علشان لما تبتلعه ما يأذيش المعدة بتاعتها. كويس. والراجل ده على فكرة اللي كاتب البحث ده يعني ليه ابحاث كتيرة، هو متخصص اللي هو اسمه جيمس هاردينج اوف ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، وده مجال التخصص بتاعه. فاتأكدنا علميا ان الحية مش فقط بتلحس التراب، لكن بتلتقمه بالفعل جوه الفم، بل وبتأكله مع طعامها، وبتستخدمه في الهضم، وبتخرجه ايضا باستمرار. يعني مش حاجة مرة وخلاص، ده حاجة مستمر. علميا هل الامر واضح؟ هل عرفت اوضح النقطة لغاية دلوقتي؟ ارجو ان تكون الصورة واضحة لحضراتكم. طيب، الملف ده كنت نزلته من زمان، فلقيت البعض من الاخوة المسلمين كالعادة اللي بيراجعوا كل حاجة بنكتبها مع بعض. وعلى فكرة بقول للأستاذ زلقاد من كل كلمة حضراتكم بتقولوها في ناس ما بيردوش عليكم، وفتفضلوا تندهوا في مسلمين يردوا ما فيش، لكن هم من قاعدين بيتابعوا كل كلمة، ومش بيتابعوا علشان يردوا ولا يدافعوا، هم من بيتابعوا عشان يصطادوا خطأ. فممكن تقول 1000 موضوع يمسك عليك غلطة في كلمة تقولها بدون ما تقصد، تبقى هي دي الكارثة، وساب 999 موضوع بكل اللي فيه، وحتى الموضوع اللي انت قلته متكامل فيه ما عدا حاجة خطأ يمسكها ويسيب بقية نواحي الموضوع. ده المعتاد. فلقيت واحد من الناس اياهم عامل دوشة ويقول الكارثة والفضيحة واللي مش عارف ايه واكبر خطأ والكلام ده كله. اللي حصل ان انا كنت بدور في جوجل وكتبت سنيك ستومك بلوكج، وتحت باب الصور في جوجل فطلعت الصور دي. ده لما بعمل سيرش في جوجل، فاخدت الصورة دي وعرضتها قبل كده واعتقدت ان هي معدة تعبان مفتوحة، لكن اتضح ان هي حاطينها صورة للسلحفاة المائية، بس رغم ان الجزء ده في جوجل كان بيتكلم على التعابين، فاخدتها واخطأت فيها وانا اسف وبعتذر. لكن المشكلة اللي بيضايقني من الاخوة المسلمين ان لما يرد ما يردش على الموضوع، هو يبحث عن حاجة تكون عملت سبيلينج خطأ، عملت كلمة ما حطت لهاش الهمزة بتاعتها ولا الكلام من ده كله،
فيمسك الكلمة اللي فيها سبيلنج خطأ ويسيب الموضوع بالكامل، يكون الموضوع 30-40 صفحة مليان 100 دليل، يسيبهم بالكامل ويمسك في الكلمة الخطأ. هو ده اللي بيعمله، فساب كل الموضوع ولا رد على الجزء اللغوي ولا رد على الحاجات العلمية الكاملة، مسك الصورة دي قاله بص اهو التدليس. طب رد على الموضوع، هو عايز يثبت ان الكتاب المقدس خطأ علمي، فيثبت يمسك خطأ زي كده يقول بس يبقى كله تدليس في تدليس والكتاب المقدس مليان اخطاء. ازاي؟ مش مشكلة، لكن حقيقة فرحان لان الموضوعات دي لما بيدوروا ويبحثوا للدرجات دي، يعني البحث بتاعهم دولة خلانا اكتشف الاتي، ان الموضوعات اللي بنكتبها كلنا مع بعض كل استاذ من الاساتذه الرائعين اللي بيردوا بتتفحص بالكامل، ولما بيفحصوها بالكامل ما بيقولوش عليها رد بيسكتوا، وتلاقي سكوت كامل على الموضوعات. لو لقوا غلط، خطأ في صورة او خطأ في كلمة او خطأ في حاجة زي كده، يمسكوه ويسيبوا بقية الموضوع. علشان كده من 1500 موضوع كاتبهم، موضوعين ثلاثة اللي مسكوا مرة فيه مسكوا فيها كلمة السبيلنج بتاعها خطأ، أو موضوع تاني مسكوا فيه صورة وحاجات زي كده. فبحب أقول لهم لو من 1500 لقيتوا خطأين ثلاثة، ده نسبة رائعة، ده أقل من 1%، شكرا. والموضوع نفسه لو الموضوع مليان أدلة ومسكتوا صورة أو كلمة، ده يبقى كده أنتوا مش عارفين تردوا. فاللي عملوه ده مش أثبتوا التدليس خالص، لكن أثبتوا أن الموضوعات بتتراجع كويس. علشان كده معدل التحميل في الموقع بتاعي من أكبر الدول اللي بيتحمل فيها مصر والسعودية، لغاية ما تقفل في السعودية. وما الموضوعات اللي ما بيتكلموش فيها خالص يبقى ما عندهمش أي رد عليها. الموضوعات اللي الأخيرة بيلاقوا فيها قشة بيمسكوها، وبقية الموضوعات اللي عارفين انهم مش هيقدروا يقفوا قدامها بتتساب. علشان كده أساتذة الأحباء الأدمن ما بتسمعوش ردود هنا، لأنه مش هيقدروا يردوا عليكم، لأن الكلام اللي انتوا قلتوه هم درسوه وده كويس جدا، وبحثوا بأي طريقة عن مخرج ملقوش، فعشان كده قرروا التزام الصمت علشان مش عارفين يرد. فأقول لحضراتكم لما بتندهوا على أخ مسلم بتناقشوا موضوع مهم ومحدش بيرد، ما تزعلوش، ده انتوا متأكدين ان الموضوع اللي انتوا فاتحينه الدرس كويس جدا، ولأن ملهوش رد مش بتلاقوا حد يرد عليكم. الجزء الثاني برضو العلمي المتعلق بالموضوع ده اللي هو الكتاب المقدس، ربنا بيقول الحية على بطنك تسعين وترابا تأكلين. طبعا الحية فعلا بتمشي على عضلات بطنها، لكن هل قبل كده كانت الحية بتمشي مش على بطنها؟ ده الحقيقة اللي ثبتت أيوة علمية. الحية ليها أرجل ضامرة، واضح إن في زمن من الأزمنة الحية كانت بتمشي بالفعل على أرجل، وهذه الأرجل ضمرت في زمن من الأزمنة. آدي صورة للأرجل الضامرة للحية أهي قدام حضراتكم اللي متابع معايا. وحفريات لتعابين قديمة كانت لها أرجل ضامرة لكن أكبر من أرجل التعابين الحالية. فآدي منطقة الحوض، وآدي هيكل عظمي متحجر للتعابين من زمان وكانت ليها أرجل وأكثر بروز من الفترة الحالية. وآدي صورة تانية مكبرة شوية، وآدي منطقة الحوض عند الثعبان، وآدي ليها أرجل ضامرة وبقاياها العظمية موجودة. وآدي صور أكثر تفصيل للجزء ده، وآدي قدام حضراتكم التركيب للرجل الخلفية للثعبان اللي هي من ثعابين متحجرة من زمان، وآدي شكل الرجل اللي أكبر من المرحلة الحالية. فدي صور حقيقية، وآدي صور توضيحية لشكل أرجل ومفصليات التعبان في منطقة الحوض كان شكلها إزاي، أهي قدام حضراتكم.
ولو خدناها يعني بالفترات الزمنية العلماء درسوا ان هي المراحل اللي تم الضمور فيها، لكن الموضوع ده مش هركز عليه، لان طبعا احنا نؤمن ان الضمور تم لما ربنا حكم على الثعبان بهذا الامر، على الحية بهذا الامر، لكن هم بيقولوا لا، ده هو علميا بيرفضوا الكتاب المقدس طبعا، لان بيتكلموا على الموضوعات دي ناس ملحدين اللي هم بيؤمنوا بالتطور وليس بالخلق، فبيقولوا ان فعلا الثعبان كان ليه رجلين وضمرت بالتطور وليس لان ربنا قال له الكلام ده، لان هم لا يؤمنوا بوجود الله. لكن هم اثبتوا النقطه دي ان بالفعل في فتره زمنيه الثعبان كان له ارجل. اعتذر لو كنت اطلت في الجزء العلمي، بس حبيت اوضح النقطه دي علشان ما حدش يتكلم في الجزء ده تاني. لكن هل ربنا قاصد يتكلم على كلام علمي؟ لغويا العدد واضح وصحيح ومفيش خطا، وعلميا الكلام اللي قاله ربنا صحيح، ومفيش عالم فعلا امين في كلامه مدقق حتى لو غير مسيحي يرفض هذا الامر. اتي للجزء المهم، هو ربنا بيتكلم على التعبين وتركيبها التشريحي، ربنا بيتكلم على امر مختلف تماما في الحقيقه، فنفهم ربنا بيقصد يقول ايه في الكلام ده. الإصحاح بيتكلم على خدعة الشيطان لآدم وحواء، فمين اللي مقصود باللعنة هنا؟ المقصود باللعنة الشيطان. ربنا بيستخدم الحية كمثال، لكن المقصود بالكلام ده بالفعل هو الشيطان نفسه. دليل ان الشيطان بيطلق عليه الحية، طبعا كلكم متأكدين من الموضوع ده، في سفر أشعياء صح 27 عدد 1: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة، لوياثان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. فلما بيتكلم على عقاب في سفر التكوين صح 3 بيتكلم على الشيطان نفسه، وطبعا يؤكد الكلام ده رؤيا يوحنا اللاهوتي صح 12 عدد 9: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. فالكلام هنا على الشيطان مش بطريقة حرفية على الثعبان. أيضا في سفر الرؤيا 20:2: فقبض على التنين الحية القديمة اللي أضل آدم الذي هو إبليس والشيطان وقياده 1000 سنة. بالطبع الحية ما بتتكلمش، ملهاش الحية صوت بتتكلم بيه زي البشر، لكن اللي بيتكلم هنا الشيطان هو اللي أغوى حواء وأغوى آدم وسقطوا في الخطية. فالعدد بيذكر اسم الحية اللي هي نحاش بالعبري، والكلمة أصلا جاية من كلمة يهمس أو يوسوس، وده صوت الثعبان حاليا، لكن هو جاي من كلمة يهمس اللي بيجي في ودن الإنسان ويهمس في أذنه عشان يغويه بالسقوط في الخطية. العقاب اللي هو موضوع أكل التراب، الحقيقة الكلام اللي ربنا بيقوله كلام مجازي، مش بيقصد بيه المعنى الحرفي، رغم انه علميا وحرفيا صحيح، لكن بالحقيقة ربنا ما يقصدش المعنى الحرفي، ربنا يقصد المعنى المجازي. في سفر أشعياء لما بيقول الذئب والحمل يرعيان معا، الأسد يأكل التبن كالبقر، أما الحية فالتراب طعامها، بيتكلم على المكانة. وأكد الكلام ده ان أكل التراب دايما تعبير مجازي في الكتاب المقدس. ففي سفر ميخا بيتكلم على البشر بيقول يلحسون التراب كالحية كزواحف الأرض، يخرجون بالرعد من حصونهم، يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. فبيتكلم على الإنسان الخائف، بيضرب تعبير مجازي بأكل التراب. في سفر أيوب 16:15: خط مسحا على جلدي ودست ودسسته في التراب قرني، بتعبير ان هو خلاص مكانته انحطت جدا. لكن ايوب ما دفنش نفسه حرفيا في التراب،
ولكن تعبير مجازي. سفر المزامير 72:9: أمامه تكثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. ربنا ما شفناهوش عاقب حد فقعد قدام ربنا يلحس في التراب، فده تعبير مجازي عن انخفاض المكانة والذل وليس تعبير حرفي. في مراثي أرمية 3:29: يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء. وطبعا ما يقصدش ان هو يحط فمه في التراب بالمعنى الحرفي، ولكن يقصد من الزلة، تعبير مجازي. سفر صمويل الأول إصحاح 2:8: يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة. سفر الملوك الأول 16:2: من أجل أني قد رفعتك من التراب. كل دي تعبيرات مجازية، فربنا بيقول مجازا عن الشيطان ان هو هيكون مذلول امام ابن الانسان ويفقد كرامته، وبتعبير مجاز ياكل تراب ويرحس التراب كمعنى رمزي لانحطاط مكانته امام ابن الانسان وامام ولاد ربنا. فالنبوه دي نبوه متعلقه بسحق الشيطان، لأنه بقيت كلام ربنا واضح جدا. فقال الرب الإله للحية، سفر التكوين 3:14: لأنك فعلت هذه ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وده على الشيطان. عارفين النبوة دي عن السيد المسيح، ان الرب يسوع المسيح ابن الانسان الذي سيأتي من نسل المرأة فقط، ابن العذراء، سيسحق رأس الحية. وده اكده العهد الجديد، ان دي نبوة مقصود بها المسيح. وإله في رسالة معلمنا بولس الرسول رومية 16:20: وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. وأيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول لعبرانيين 2:14: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. فالمعنى المقصود هو زلة الشيطان، مش بيتكلم هنا بطريقة حرفية. لكن طبعا عارفين إخواتنا الأحباء المشككين دايما يريدوا يأخذوا المعنى الحرفي ويضيفوا عليه ما لا يحمل من معنى علشان يدعوا إن هناك خطأ. لكن لا يوجد خطأ علمي ولا يوجد خطأ لفظي، بل حتى لو خدنا المعنى المقصود معنى نبوي رائع جدا، ولكن لو أصر الحرفيين فالمعنى العلمي دقيق. عشان كده تفسير رائع يقوله أبونا تدرس يعقوب ملاطي، بيقول: إذا حملت الحية خداعات إبليس للإنسان نالت اللعنة التي تصيب كل نفس تقبل سمات هذه الحية فيها. فأبونا تدرس بيقول في تفسيره إن أي إنسان يحمل سمات الحية هيصاب بما يشبه لعنة الحية، يقصد الشيطان. فالإنسان اللي يحب يوسوس ويحب يروح لزميله في العمل ويقول له حاجة تعثره، أو يجي يضحك بأسلوب شيطاني زي الحيات وهو بيخبس وعايز يعض زميله ويسم ويموته، ده بياخد نفس اللعنة، بيبقى في الآخر نهايته الذل والهوان ويلحس التراب. فاللعنة على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، هكذا كل إنسان يقبل أن يكون أداة للعدو الشرير يصير كالحية. أي إنسان يسلم نفسه لإيد الشيطان ويصبح آلة في إيد الشيطان، يسعى على بطنه، تعبير بمعنى محبة للأرضيات، ليس له أقدام ترفعه عن الأرض وعن التراب ولا أجنحة تنطلق به فوق الزمنيات للروحيات، يصير محبا أن يملأ بطنه بالتراب الأرضي، لأن كل أكل الأرض، الإنسان الشهواني اللي عايز يأكل ليل نهار من شهوات الأرض، ما في الآخر للزوال وللتراب. من يقبل مشورة الحية القديمة اللي هو الشيطان يشتهي الأرضيات، فتلاقي كل هدفه عايز يأكل ويشرب ويعمل أفعال جنسية غير لائقة. ده واضح أنه هو بيسمع للشيطان وخادم وأداة في إيد الشيطان.
يصير هو أرضا وترابا ويصير مأكلا للحية التي تزحف لتلتهمه. أما من له أجنحة الروح القدس يرتفع فوق التراب منطلقا نحو السماء، عينها فلا تقدر الحية الزاحفة على الأرض أن تقترب إليه وأن تلتهم. ويجيب لنا مقولة للقديس أغسطينوس: يلتصق بالتراب أي بالأرضيات، إذ هم مولودون من الأرض يفكرون فيها، وبكونها أرض بكونهم أرضا يصير طعاما للحية، إذ كما يقول: إذ يطأ العدو حياتي يجعلها أرضا فتصير له طعاما. أتريد أن لا تكون مأكلا للحية؟ لا تكن ترابا. وكيف لا أكون ترابا إن كنت لا أتذوق الأرضيات؟ طبعا الحل هو في الروحيات. عايز تهرب من الحية القديمة؟ إبليس الشيطان، ابعد أكتر عن الأرضيات، خد كفايتك بس، ما تبقاش هدفك هي شهوة الأكل وشهوة المال وتعظم المعيشة. انطلق في السماويات، لأن الروحيات والغذاء الروحي هو الأهم، ده يحميك من الشيطان باستمرار. ربنا يبارك حضراتكم، خلونا